الرجل الذي فقد ظله، حكاية من التراث الكوري. كان يا مكان في قديم الزمان وفي كوريا شاب يدعى يونيتي. حبس يونيتي نفسه في مدرسة بالجبل لمدة سنتين ليقوم بالدراسة لاختبار يؤهله ليصبح موظفا حكوميا. اليوم أنهى يونيتي دراسته واتجه عائدا إلى البيت تغمره السعادة والثقة بالنفس. ترى ما الذي حدث؟ لقد فقد يونيتي ظله، ولكن يبدو أنه لم يفطن لذلك بعد. كان والدا يونيتي هما مالكي أكبر أرض بالمدينة. أراد يونيتي أن يرى والديه بسرعة، فأخذ يعدو مسرعا إلى البيت. إلا أن والديه لم يسمحا له بالدخول. من أنت؟ لن تخدعني بالإدعاء أنك ابني. لقد عاد ابني بالأمس بعد غيبة دامت سنتين. وإضافة إلى ذلك، فأنا لا أصدق أبداً أن يكون ابني بهذه القذارة وأن يرتدي هذه الملابس. لم يستطع يونيتي أن يفهم ما حدث. هيه، سأجعلك تتأكد من أنك محتال. تعال إلى هنا يا بني. أنت تشبهني تماما. أبي، إنه وحش، انظر إليه، ليس لديه ظل أبدا. لا، أنا لست وحشا. هذا صحيح، إنه وحش دون شك. أنت أخرج من هنا في الحال. هيا أخرج، أخرج. أنا يونيتي، أنا لست وحشا، أنا لست وحشا. تمكن يونيتي من الوصول إلى حدود القرية، فجلس يفكر بالأمر. إن كان منذ الآن قد أصبح شخصاً غير يونيتي، إذن فلن يتمكن من العودة إلى البيت أو إجراء الاختبار. شاب بلا ظل، ماذا يفعل؟ تحير يونيتي كثيراً. يونيتي؟ كان اسمها يونيكو، وكانت يتيمة تعيش بتقشف مما تحصل عليه من أهل القرية. هل ناديتني؟ هل تصدقين أنني يونيتي؟ لك لحية، لكنك ما زلت يونيتي. كانت يونيكو تحب يونيتي منذ زمن، لكنها أحبته عن بعد فقط، فقد كانت تدرك الفارق الواضح في مكانتهما الاجتماعية. ولكن بفضل حبها له، كانت يونيكو على ثقة بأن هذا هو يونيتي رغم فقدانه لظله. لم يكن بإمكان يونيتي البقاء في قريته، فذهب مع يونيكو إلى العاصمة، وكانا محظوظين، فلم يلحظ أحد أن يونيتي بلا ظل. في حين نجح المحتال بالاختبار وأصبح موظفا، أما يونيتي فقد حرم من الاختبار الذي يؤهله للوظيفة، وراح يبيع الخضار مع يونيكو. لم يعد يونيتي يرغب في عمل شيء بعد أن فقد ظله، ولكن بفضل تشجيع يونيكو المستمر له استعاد نشاطه وشرع في عمل جديد. كانت يونيكو رقيقة، ولم يتحمل يونيتي الحياة بدونها فتزوجها. مرت 5 سنوات، وحيث كانا يعملان بجد استطاعا شراء دكان صغير. ولد لهما طفل وعاشا في سعادة. إلا أن شيئا كان يشغل تفكير يونيتي أحيانا، فهو لم ينس بعد حلمه بأن يصبح موظفا ويتقدم في مركزه. كانت يونيكو متفهمة تماما لشعور يونيتي، وكانت تتمنى أن تحقق له أحلامه. أثناء ذلك اكتسب المحتال رضا الحاكم وتقدم في مركزه تقدما سريعا. عام واحد فقط وتصبح هذه المدينة ملكا لي.
كان محصول ذلك العام جيدا جدا، حتى قام جمع من الفئران بالإغارة على المزارع وحقول الأرز ومستودعات الطعام. تم استدعاء عدد كبير من الجنود للقضاء على الفئران، ولكن دون جدوى، فقد جاءت الفئران بأعداد هائلة. وهكذا شهد شتاء هذا العام بداية المجاعة التي انتشرت بالبلاد وقضت على عدد كبير من الناس، وقام يونيتي في ذلك الوقت بإنقاذ حياة رجل عجوز، وهو رحالة يجوب البلاد طلبا للعلم. كان يحس بجوع وبرد شديد، لكنه استعاد قوته لدى شربه الحساء الساخن الذي أعده له يونيتي. وقرر يونيتي السماح للرحالة بالبقاء معهم لبعض الوقت. ليس لك ظل. شعرت يونيكو أنه ربما عرف الرحالة سر فقدان ظل يونيتي. هل قضم ظفر إصبع زوجك؟ ظفره؟ عندما قضم ظفر زوجك طرأت عليه قوة عجيبة، ظهر بعدها رجل يشبهه تماما، وبذلك فقد زوجك ظله. وما الذي يجب أن نفعله الآن يا سيدي؟ للقبض على المحتال هناك طريقة واحدة، ولكن أرجوك أخبرني ما هي. أرجوك، إن فعلت ذلك ستحطمين حياة زوجك وطفلك وحياتك يا عزيزتي. لا بأس، ما دام سيحصل على ظله ثانية ويصبح موظفا فأنا لا أهتم. أخبر الرحالة يونيكو بأن تحضر 5 قطط سمان وتأخذها إلى بيت المحتال، إلا أن عدد القطط أصبح نادرا منذ حدوث المجاعة. بذلت يونيكو ما بوسعها من أجل يونيتي، وأخذت تبحث بجميع أنحاء المدينة حتى عثرت على 5 قطط، واستعد يونيتي للقبض على المحتال. هيا هيا، حقا سعيدا، إلى اللقاء. شعر يونيتي بفضل تشجيع يونيكو له بقوة تتأجج بداخله. في تلك اللحظة كان الحاكم على وشك ترقية المحتال إلى مركز رئيس الوزراء، بعد أن انشغل الرئيس السابق بتولي مسؤولية المجاعة، كما كان هذا هو يوم إعلان خطوبة المحتال على الأميرة. وصل يونيتي ومعه القطط 5. كان المحتال فأرا عملاقا قام بقدم ظفر يونيتي. وهكذا مات الفأر العملاق واستعاد يونيتي ظله، وفشلت خطة الفأر العملاق باحتلال البلدة. فرح الحاكم كثيرا لفشل خطة المحتال، وعين يونيتي رئيسا للوزراء وسمح له بالزواج من الأميرة. وهكذا تحقق حلم يونيتي بأن يتولى أعلى المناصب، وكان الفضل في ذلك يعود إلى يونيكو. بارك الشعب الزفاف، وأقيم احتفال رائع بهذه المناسبة. كان هناك حشد يريد أن يحتفل بالزفاف. كانت يونيكو حاملة طفلها في ذلك الحشد، كما وقف الرحالة بجانبها. لم تشعر يونيكو بندم،
لأنها استطاعت بشجاعتها وصبرها أن تحرر زوجها من ذلك المحتال الذي سرق ظله. وهكذا عاشت يونيكو مع ابنها والرحالة حياة سعيدة، حيث وفر لها زوجها يونيتي بيتا جميلا وراتبا شهريا ثابتا. قصة أم، حكاية من التراث الدنماركي. كان يا مكان في قديم الزمان أم فقيرة تعيش مع ولدها الصغير في منزل متهالك. كان الطفل الصغير يحتضر، فقد اشتد به المرض، وكانت أمه تعلم بأنه سوف يموت. راحت الأم تدعو الله في حزن: أرجوك يا ربي أنقذ حياة طفلي. في هذا الوقت كان شخص يطرق الباب. ترى من يطرق الباب في هذه الساعة؟ كان رجل عجوز يرتدي عباءة سوداء. من أنت؟ من تظنين؟ ولماذا فزعت إلى هذه الدرجة؟ أنا أخاف أن يموت ولدي، أنا خائفة جدا. نعم، كان أمرا عجيبا حقا. بمجرد النظر إلى الرجل العجوز شعرت الأم فجأة بنعاس شديد فنامت في الحال، إلا أن نومها لم يستغرق دقيقة ثم استيقظت. كان طفلها قد اختفى وكذلك الرجل العجوز. ولدي 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 ولدي! خرجت الأم تتبعهما في الحال، معتقدة أن بإمكانها اللحاق بهما. ولكن بدلا من الرجل العجوز وجدت الأم سيدة. هل رأيت رجلا عجوزا يحمل الطفل مرة من هنا؟ رجل عجوز؟ نعم لقد رأيته. صحيح، أين أجده؟ لقد أخذ ولدي. هل تعرفين أي طريق سلك؟ أرجوك أن تدليني عليه، أرجوك. قبل أن أدلك عليه يجب أن تغني لي الأغنية التي اعتدت غناءها. ماذا؟ ولكن هل ستغنين؟ هيا تكلمي، هيا. قامت الأم بالغناء رغم قلقها الشديد على ابنها. وبعد أن انتهت من الغناء قالت لها السيدة: لقد ذهب العجوز إلى غابة الصنوبر من هناك. وأشارت لها باتجاه الغابة. ولدي! ولد خروج الأم من الغابة وجدت أمامها حقلا شاسعا تغطيه الثلوج، فسألت الشجرة: هل مر عجوز من هنا؟ أخبريني. نعم، وكان يحمل طفلا. أرجوك أن تدليني عليه. ولكن قبل أن أخبرك يجب أن تضميني إلى صدرك. ماذا؟ لكن قبل ذلك أريد أن أرى ولدي. هل أجد عندك الدفء؟ ضمت الأم الشجيرة إليها بكل قوتها،
حتى راح الدم يسيل من صدرها الذي جرح عند احتكاك الشجيرة به. وظلت الأم تضم الشجيرة بكل ما أوتيت من قوة من أجل ولدها. كان تفكير الأم بطفلها يسيطر عليها وهي تضم الشجيرة، حتى بدأت الزهور تتفتح على أغصانها رغم برودة الشتاء. فقالت الشجيرة لها إن العجوز قد عبر البحيرة. لن تعبري إلا إذا أعطيتيني عينيك الجميلتين، ولكنك لن تفعلي ذلك. لا لا، أنا لا أعبأ بذلك إن كان هذا سيعيد لي طفلي. ماذا؟ تضحين بعينيك؟ لكنك لن تستطيع رؤية شيء. هيا أسرعي أرجوك، خذيهما ودعيني أعبر. هل هذا صحيح؟ إذن سأخذهما. وفجأة هبت ريح قوية. أرجوك أرجوك أيها الريح ألا تهب بقوة، لن أستطيع الوصول إلى الطفل. أرجوك ترفقي بي أيها الريح، أريد أن أرى ولدي أرجوك. حسنا، إذا وعدت أن تعطيني صوتك الجميل سأوافق. حسنا سوف أفعل ذلك، شريطة أن تأخذيني إلى طفلي. كان هذا المنزل الشديد الحرارة هو منزل الرجل العجوز. لماذا أتيت إلى هنا؟ لا يسمح لأحد بالدخول إلى هنا. كانت تلك المرأة هي حارسة المنزل. ولدي، أريد ولدي. صحيح، هذه أنت إذن. سوف يعود العجوز بعد قليل يا عزيزتي. سأسمح لك بدخول المنزل إذا أعطيتني شعرك وأخذت شعري، ما رأيك؟ بعد أن تبادلت الأم والمرأة العجوز شعرهما، دخلت الأم أخيرا إلى منزل الرجل العجوز. كان منزلا عجيبا حقا، كانت تحيط به الحدائق المليئة بالزهور والنباتات، وكانت كل زهرة ترمز لحياة طفل. هي زهرة ولدي، نعم أستطيع أن أشم رائحتها. قالت الأم ذلك بقلبها. أنت أمر لا يصدق، كيف وصلت إلى هنا قبلي؟ لن أدعك تأخذ طفلي مني أبدا، أرجوك دعه لي. كان العجوز على علم بما واجهته الأم من صعاب للوصول إلى هذا المكان. عجيب أن تتمكني من العثور على هذه الزهرة لوحدك. هذا لأنني أمه، نعم. فهمت، الأم القوية حقا تضحي بحياتها من أجل طفلها وتقتفي أثره إلى ما لا نهاية. لقد استطعت تمييز دقات قلب طفلك من بين مئات وآلاف من الزهور. سأبحث عن طفلي حتى أجده، سأبحث. لا يمكنك ذلك مهما فعلت، فالأعمار بيد الله وهو على كل شيء قدير. أعرف هذا ولكني سأبحث. وفجأة أمسكت الأم بزهرة أخرى مجاورة، رائحتها تشبه رائحة ولدي. راحت الأم تتشبث بالزهرة بكل قوتها. تتحدثين عن الحزن والوحدة، لكنك بذلك تتسببين في حزن آخر. إذا قطفت تلك الزهرة تضيع رائحة طفل آخر وتحزن أم أخرى. يجب أن تعلمي أن الحياة والموت بيد الله،
وما أنا إلا حارس الحديقة. إن الله وحده يقدر لأرواح الناس مصائرها. والآن أرجوك أن تنصرف، يجب أن أعود إلى عملي. لا، لن أنصرف، أريد أن أرى طفلي، أريد أن أرى. قام الرجل العجوز بقطف الزهرة، ولكن كان هناك عدد كبير من الزهور الجميلة تحيط بالأم الحزينة الباكية. كانت تلك الزهور الجميلة ترمز لحياة الأطفال.